دو مواد ميو حنا كناكلو في المعادن الثقيله. عنده واحد المكالمه مع هذيك الخادمه كتقول ليه باننا راه مشينا للحبس كاملين، وراه ما عليا نقولوا ونعترف، راه غنمشيو للحبس كاملين. الناس راه مراد، راه واقع عليهم، ها كاين الكنه. هما قاعدين وصيه باش قالوا لي اللي دخل مع داك الباب خاصو ياكل داك السم. حيت انا قلت لها هذيك قدام قاضي التحقيق كنبكي وتنقول لها علاش بنيه صغيره ما رحمتوهاش ومراه كبيره عندها 90 سنه ما رحمتوهاش، انت بنفسك ما رحمتيهاش. قالت لي انا راه فارضين عليا اللي دخل مع داك الباب خاصو ياكل هذاك السم. كاينين مكالمات في دوك التسجيلات اللي درنا لها في الدار، واحد فيهم تيقول لها ام درايك ما واش قرابين يموتوا، واش قرابين يموتوا. هي كتقول لي لا والو والو، مازال راه والو. كيقول لها واش طايحين في الفراش، واحد تيقول لها كتقول لي هيك ما غاديش يموتوا ليا دغيا. وحده عباد الله، راه واحد راه وكلونا السم اللي وكلونا، راه ما وكلوناش هادو الرايب ولا شي حاجه. راه حنا كنعانوا من 2020 شهر 9، حنا كنعانوا وبغينا غير صحتنا، حنا بغينا عين تكلفوا بصحتنا، ولينا مكلفين بصحتنا، والناس اللي بعتونا حقنا كي مضيعيننا. راه اي واحد غيطابيها في جوجل غيشوف اللي واحد يكون ما فاهمش، بان حياتنا كامله غنبقاو نداوي في روسنا ونديروا لي زونتيدوت ونديروا لي تريتمون ونبقاو غاديين، ولكن الحمد لله ربي كبير. الملفات كلهم مفرقين، لان هذا الملف ديال رئيس الجامعه، لان كاين عندنا تسجيلات صوتيه ديالو اللي ما تخداوش بعين الاعتبار عند سيد قاضي التحقيق، واللي كيهضر فيهم على التسميم وكيهضر على بزاف ديال الحوايج وما تخداوش بعين الاعتبار. تقتصر هذاك الشيء على واحد، تقتصر على الاعترافات ديال الخادمه، وما بغاش ياخذ معنا هذوك الادله. احنا عطيناهم ليه وعطيناه الملف باش يقرا، لان باللسان ديال رئيس الجامعه كاينين شي تسجيلات اللي الا كان عندنا الحق راه غادي ندلو بهم الصحافه، لان شي حوايج اللي خطيرين. وحنا كنتمناو من هذا الشيء، من خلاصه القول ديال هذا الشيء كامل، كنتمناو وكنبغوا وكنناشدوا صاحب الجلاله بانه باش يتدخل في هذا الملف ديالنا، لان كاينين بزاف ديال الخروقات فيهم. ملفات كاملين كنعطوا غير واحد الملف، غير مثال بسيط. واحد السيد عنده واحد المكالمه مع هذيك الخادمه كتقول ليه باننا راه مشينا للحبس كاملين، وراه ما عليا نقولوا ونعترف، راه غنمشيو للحبس كاملين. الناس راه مراد، راه واقع عليهم، ها كاين الكنه. المهم هذا السيد داز عند قاضي التحقيق، اعترفت به الخادمه، جابوا الخادمه اعترفت به عند سيد قاضي التحقيق، قالت لي بان هذا راه عارف كل شيء، عارف كل شيء، على درايه بالجريمه كامله، على درايه. المشكله الكبيره اللي كنشوفوه هنا غيبان كل شيء، اشنو وقع لينا. هذا غير ملف واحد، اشنو وقع فيه. حنا مخلصين القس الجزافي، حنا كنعتبروا كمطالبين بالحق المدني. كنجيو كنلقاو حنا فاش داز بعدا كينخدا الصراح المؤقت ومعترفه به الخادمه، ما فهمناش علاش جا الجلسة الابتدائية، داروا جلسة وحدة فيها مناقشة، فيها حكم، وحنا كنعتبروا كطرف كشهود، وحنا مخلصين. المهم هاد الشيء حنا راه دلينا به عند الهيئة الاستئناف، وكنتمناو أننا نتنصفوا بعدا في هذا الملف اللي كيعود من اصل ديال هاد الملفات كاملين. الاصل ديالو هو الملف ديال التسميم، باش نكمل لكم عند السيد قاضي التحقيق. هاد الملف ديال التسميم ديال رؤوس مدبره دارت فيه فينالمون عدم المتابعه الى حين مالغري ولو مشينا عند السيد القاضي ومشينا عنده السيد وكيل العام اللي كان قبل اوسي، مشينا باش حطيناهم الملفات وقلنا لهم راه باغيين يقتلونا، راه عطيناهم الملف كوم سا، عطيناهم فيهم تسجيلات مفرغين تو اللي كيروج في الابتدائيه، ومالغري تو هذاك هذا الملف ديال التسميم
ديال ماشي حل اللي تفرق يعني الخادمه ودوك الاخرين دار معاهم مشاو باش يتحكموا، مي هو تحدوا الملف ديالهم عند قاضي التحقيق باش دارت فيه عدل المتابعه رغم جميع الادله اللي كاينين فيه ورغم الاعترافات ديال الخادمه اللي معترفه عند قاضي التحقيق اللي هما مشينا كنقلبوا على الاعترافات ما لقيناهمش في المحاضر ديال قاضي التحقيق، ملي بقينا كنقلبوا لقيناهم في الحكم الابتدائي يعني بازين عليهم في الحكم الابتدائي لقيناهم باغ كونطخ فهذا ما لقيناهم. اما من ناحيه لا سونتي هنا لا ديغراداسيون لا سونتي جينيرال دونك هنا كلشي يعني خصنا نبقاو حياتنا كامله الناس يعرفوا عارفين بان المعادن الثقيله الا مشاو تدخلوا للجسد راه اي واحد غيطابيها في جوجل غيشوف اللي واحد يكون ما فاهمش بان حياتنا كامله غنبقاو نداوي في روسنا ونديروا لي زونتيدوت ونديروا لي تريتمون ونبقاو غاديين، ولكن الحمد لله ربي كبير ملي اكتشفناهم في شهرين ونص لان دو مواي دمي وحنا كناكلوا في المعادن الثقيله ريزولتا دي كونت هاد العراقيل كامله بو ريزومي هاد العراقيل كامله اللي داروا لنا في الملفات وتفرقينا الملف تاع التسميم على ثلاثه المرات وكاينه جريمه اخرى كطروج هنا في المحكمه الابتدائيه ومشينا حنا كنغوتوا عند السيد وكيل العام انا زوج ديالي وكنغوتوا عند هذا السيد قاضي التحقيق اللي دار فيه عدم المتابعه بانهم راه دايرين لنا جريمه اخرى راه كاينه واش فروسكم؟ قالوا لنا اه راه فروسنا ولكن حنا ما عندناش سيد قاضي التحقيق ملي عطيتو الملف ديال الصوره قال لي ما عنديش الحق نشدو، قلت له استاذ راه فوك انتم اللي غادي تدافعوا عليا انتم اللي غادي تحيدوني من الدونجي انتم اللي غادي كيقول لي انا حنا ما كندخلوش كل ملف عنده ملف كير في الابتدائيه الصويره خصو يبقى في الابتدائيه ديال الصويره، قلت له استاذ راه هاد الناس ربي يبارك فيك بيقتلونا راه دار جرائم اخرين راه كاينين في الابتدائيه ديال الصويره، راه كاينين ربعه الملفات من غير هاد الملفات من غير هاد العصابه اللي كتروج في اسفي، ورغم ذلك الملفين المدرت فيه نهار تحكمت الخادمه في الاستئناف حكم نهائي هذاك لو جوغ ميم دار في هاد الملف ديال رؤوس المدبره عدم المتابعه، اللي عندنا ادله علاش الملف دارت فيه عدم المتابعه، المصحه ديالنا ما بقيناش كنتكلفوا بها، حنا كنقلبوا على حقنا دابا، وما غاديش نتنازعوا على حقنا حتى ردوا علينا الطراد، واصلا هما راه دايرين التو باش 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 يقتلونا، اما انا راه كنلقى راسي كنداوي الناس كاملين، انا عند شكون اللي غادي يتكلف ليا بهاد الكوتي فينونسي ديال هاد الجريمه لهاد الاباده الجماعيه اللي داروا ليا في داري، حيت عندي الوالده اللي عندها 90 سنه اللي مشات ليها المعديه ديالها عندها عندي دريه صغيره عندها 5 سنين دابا عندها 6 سنين لاني باسي عندي ولاد اختها ولاد خوتها بجوج عندي باها عندي امها اختي وراجلها عندي الوالده عندي المعلميه كلشي هاد الناس انا اللي خصني نداويهم باغ كونطخ هادشي كلشي انا خصو يرجع على ظهري وكلشي انا اللي خصني نداوي وكتروج انكور لا ديسكسيون كوم كوا ما عمرهم ما غيدخلوا للحبس ما عمرهم ما يدخلوا للحبس وغيبقاو غاديين وضالعين في هذوك الاجرام ديالهم الوغ هادشي سي با بوسيبل لهذا حنا كنطالبوا الجهات المعنيه ياخذوا بعين الاعتبار هادشي اللي واقع لينا وكنطالب من سيدنا يدخل لينا في هذا الملف كنطالب من سيدنا ما عندي حتى شي حل اخر الا سيدنا والحمد لله راه السيد وكيل العام اللي كاين في اسوي اكتيالمون راه واخد لي شوز بعين الاعتبار سي لا سيرس بيرسون اللي دايره فيه كونفيونس انا جو دي سا اونيتمون فوالا اعترف اللسان الخادمه قالتها الخادمه فاش حتى فاش تسجيلات صوتيه كتقول الخادمه بان كتقول الخادمه بانهم ما بغاوكمش نتوما ما بغاوناش حنا خصنا نتحيدوا باي طريقه لاننا قال لكم نتوما باغيين ترشحوا حنا انا ولا الزوجه ديالي كاع مرشح ما مقيدين خايف كانوا خايفين منا نترشحوا في الانتخابات هما شافوا دابا حنا الباب ديالنا محلو شافوا التعاطف ديالنا مع الناس اسميتو كيفاش الناس كيبغونا وكيفاش كنتعاملوا معاهم التواضع ديالنا ما بغاوش التواضع هما مقبلين للانتخابات فوالا هادشي هما كان عندهم في الماء مع ديك العجرفه لانهم التعامل ديالهم كيشوفونا حنايا حيت كنتعاملوا مع الناس عادي بحالنا بحالهم ماشي ديك الطبقيه حنا ما كنديروهاش حنا عادي انسان ما فحالوش راه يقدر ياكل على سكيزون بايمي سي كو علاش تنخليو لا بورت ديالنا محلول نتو الموند علاش يعني بحال حنا عندنا افكار اغيار بونسي كنتسناو غير دايرين هذاك السيستيم غير اون اتوندون باش يدوزوا الانتخابات ابخي ما بقاوش نديروه بغي يسجل فيديو اما نو اكتوالمون لا ميم شوز وحنا ما مسجلينش في اللوائح الانتخابيه والخادمه باللسان ديالها الخادمه فاش واجهناها في الدار بالتسجيلات قلنا لها علاش باغي يديروا هذا الشيء كامل الخادمه قالت لنا راه باغي خافوكم ترشحوا هما كاع عاطينها وصيه باش قالوا لي اللي دخل مع ذاك الباب خاصو ياكل ذاك السم حيت انا قلت لها هذيك قدام قاضي التحقيق كنبكي وتنقول لها علاش بنيه صغيره ما رحمتوهاش ومراه كبيره عندها 90 سنه ما رحمتوهاش انت بنفسك ما رحمتيهاش قالت لي
انا راه فارضين عليا اللي دخل مع هذاك الباب خصو ياكل هذاك السم. يعني ملي كنفكر انا وكنراجع لي شوز كنقول فوالا هاد لي بيرسون عارفين علاش قال لها خصي تقتل كل شيء. يعني ضامنين فريمون بانني غندير نجيهم في الكوتي ديال السياسه، وانا لا علاقه لينا لا انا ولا الزوج ديالي بشي سياسه. حنا كاينين في السوسيال عندنا مالنا الخاص، كانت داك الشيء كنعيشوا به كيعيشوا معنا به الناس والحمد لله وحمد ربي وشاكرين. وكنا متمنين نديروا انا تخ بروجي يتوسع لارجون ديال هذيك البروجي، كلشي مشات ليا غير في الادويه حيت راه عندي العائله كامله. هاد الاباده الجماعيه راه حتى واحد ما كيتعود معايا عليها، وراكم عارفين شنو هو الرصاص وشنو هو المعادن الثقيله. خاصني نتحمل المسؤوليه، الوالده كانت مرض نجري نمشي ديال الكلينيك نرجع بين المحاكم وجري والناس كياخذوا في الفلوس غوش دغوات. يعني راه سي 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 انادميسيبل ان فيت سي سي فو دغوايان سي كلك شوز تاع فينومين. انا راه هذا الشيء راه لحد الان جو سوي انكور شوكي، جو في سو الشوك، جو في انكور اكطويلمون سو الشوك. ميم سي لي زون كيشوفونا بحال هكا حنا وني كوم سا، واخا تكون فينا الموت خاصنا نفيقوا خاصنا ما نكونوش حالتنا، خاصنا ضروري ما نخليوش ديك العصابه يشوفوا فينا هذيك الشوفه ديال راه بداو الحمد لله كيموتوا. حيت هما كاينين دي مكالمات، كاينين مكالمات في دوك التسجيلات اللي درنا لها في الدار، واحد فيهم تيقول لها ام درايك ما واش قرابين يموتوا، واش قرابين يموتوا. هي كتقول لي لا والو والو مازال راه والو. كيقول لها واش طايحين في الفراش، واحد تيقول لها كتقول لي هيك ما غاديش يموتوا ليا دغيا. كيقول لها شوفي ديري نص معلقه ما تفوتيهاش ديال القهوه، نص معلقه ما تفوتيهاش ما تكثريش. واحد المومو قالت لي راه الناس كيبانوا لي راه هي طايحه. انا فعلا في الاول فاش جات هي راه كثرت لي بزاف، باسكو كتجيب لي كلشي فوق البلاطو من الدار ديال الوالده عندي، حيت انا ساكنه هنا والوالده عادي متر كاينه الدار ديال لا مامون ديالي حدايا. هي فاش كطيب في الدار عند الوالده. الوغ فوالا انا كناكلو في الصباح وفي حتى العشيه الحمد لله مع لا تريتمون سافا ان بو ميو، حياتنا غتبقى ديما هكاك عاها مستديمه عاهات مستديمه غنبقاو عايشين بها. مربي كبير الحمد لله توجور ومهددين طول الطون، ما حدهم على برا او ما دابا غير واحد القضيه دايرينها دابا، لانه كيقول لك راه كيروجوا واحد الهضره بان عندنا الكز في الدار باش يبداو يخلقوا شي حوايج اخرين. لانه مع باش نشرح لك هما كيفاش كيخدموا، كيطلقوا دعايه هي الاولى باش الا متي ولا وقعت لك شي حاجه راه الناس كامله عارفه علاش راه كاين عندهم كنز، لا راه كاين عندهم هذه، وهما راه ما كاين حتى شي حاجه. علاش هذيك الارض ديما كانت خاويه ما فيها حتى شي واحد؟ على وكون كاين هذا الكنز ما غياخذوه ديك الساعه اللي كانت الارض ما فيها حتى شي واحد. هادو تاويلات ديالهم، لاننا حنا عرفنا السيستم باش لان انا ولا الزوجه ديالي حنا سولنا فاش وقع لينا المشكل، درنا واحد لونكيت على الناس اللي باغيين يقتلونا، اشنو دوزوا، اشنو حياتهم كيفاش كانت، اشنو كيديروا، الجرائم اللي داروا، لان عندنا شي معطيات اللي خطيره وما عمر شي واحد جا وسولنا على هذا الشيء. علاش هذا وكاينين في الملفات وما تاخذوش بعين الاعتبار؟ راه قلت لك رئيس الجماعه يتصنتوا على التسجيلات ديالو اشنو كيقول، تما كاين غادي يعرفوا الخلاصه كامله اشنو كاينين. وكنتوفروا حنا دابا حاليا على شي تسجيلات اللي كيلخص هذا الشيء كامل ديال هذا الملف. هذاك الشيء علاش حنا كنقولوا كنطالبوا من سيدنا انه يتدخل في هذا الملف، وكنطالبوا من السيد عبد النبوي حتى هو استاذ السيد عبد النبوي مشكور يدخل لنا في هذا الملف، ولا استاذ داكي والجهات المعنيه. ديغنييرمون ولاو الناس كيدوروا لنا بالدار بلاباري ديال الكنوزه، شدهم الكاميرا كيدوروا لنا بالدار بلي زاباراي. الوغ حنا ما غنرتاحوش، ما بقيناش عارفين شنو خصنا نديرو. واش هما باغيين الجثه ديالتنا؟ الجثه راه كاينه، حنا هما الجثه راه وريناهم الملف الطبي اشنا دايرين لينا، وفي الملف تاع القتل كاينين ادله تاع هما قاطعه وريناهم تو لي ميديكامون اللي كناخذو تو ورينا تو راه هادشي كثير بزاف. باش يقولوا زعما كن باش النهار لا تقتلنا حنا كانت الجثه ديالنا، لا راه واقع راه كاين عندهم الكنز باش يلصقوها في العصابات ديال الكنوزه. كاينه واحد راه واحد في العائله اللي قتلها، لا راه واحد اخر اللي كان هنا، لا هادو راه كاينين في عندهم الكنوزه، لا لان العصابات عصابات كثار باش تكاموفلا الجريمه ديالهم. لان حيت هما اصلا هما كدا دايرين كيروجوا دابا الدعايه، كيروجوا لك واحد الدعايه وكيوصلوها عاد كيخدموا من وراها ابخي. انا غير واحد القضيه اللي سيتي مافيا تري بيان اورغانيزي، غير واحد القضيه اللي باغي نشير ليها. هاد الناس راه باغينا باي وجه كان، حنا هاد الشيء كامل الخلاصه ديالو باغينا حنا باغينا نعياو، باغينا اننا نوقفوا ما نبقاوش نقولوا شي حاجه ولا نطالبوا بشي حقنا.
علاش هاد العراقيل كامله باش نهزو دينا حنا على دينا و... ولكن هاد الشيء راه من السبع المستحيل لا لا الفينونسي باش لا لارجون باش نتحركوا ولا باش بقات عندنا النفسيه خاصنا تقتل لنا النفسيه وما بقى لنا والو. هذا هذا هو الهدف ديالهم اللي تيقلبوا عليه، ولكن بالقدره ديال الله سبحانه وتعالى عمرهم ما غيوصلوا لهذا البيت، حيت ربي سبحانه وتعالى حفظنا منهم باش اكتشفنا الخادمه شنو كدير لنا وسط من القاع ديال دارنا وعقر ديال دارنا. ظلمناك بزاف، ظلمنا واحد القضيه على حساب الظلم، ما عندوش الحد. واحد القضيه على حساب الظلم، حنا هادشي الخلاصه كامله اللي كنعاودوا راه كلها ظلم، كلها كله كله هادشي اللي واش عباد الله مازال عبلاتي واحد واحد القضيه. من الديبار السيده معترفه عليهم كاملين من الديبار. انا 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 ماشي انسان اللي كاينه في القانون باش نقول، اما من الديبار كون دار فوالا تخدم العين الاعتبار هذاك الاعترافات ديال هادو هادهم هاد المجرمين الرؤوس المدبره ما يديروش اربعه الجرائم اللي كيروجوا دابا في الابتدائيه. كاين اربعه الملفات، اربعه لي بيرسون اللي هما ياكو كلهم محرضهم رئيس الجامعه ونائب مجلس اقليمي. كنت خاد بعين الاعتبار من النهار الاول فاش اعترفت السيده، راه معترفه عندنا في الدار ديجا بهاد الرؤوس المدبره، وهاد الرؤوس المدبره عامين هادي وهما كيلقاو لهم الحلول باش 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 ما يتعاقبوش، يعني باش يهربوهم من العداله. لاننا حنا راه هما هاد الناس تحكموا المنفذين الاولي الخادمه وهادو، ومشاو كيقلبوا على قتال، مشاو قلبوا على قتال وكيأورغانيزيو القتيلة. لانهم شكون؟ شكون اللي باغي القتيلة ديالنا؟ هادو اللي كاينين على برا المدبرين هما اللي هما راه كيدعوا بان عندهم نفوذ، وفعلا هذاك الشيء راه بان، كلشي واضح، كلشي واضح. حنا بغينا شي لجنة ان هاد الشيء وتشوف معنا هاد الملفات. الا ما كانش عندنا حق يقول لنا راه ما عندكمش حق، باش نعرفوا حتى حنايا فين حاطين رجلينا، لان كلشي الدلائل راه كلشي باين، داكشي الحق راه باين، كلشي راه ما يمكنش انك تدرك الشمس بالغربان. السلام عليكم، شكرا للموقع اش وقع، معكم هشام شكر اعلامي ومتتبع لهذا الملف منذ البدايه. غير رد على السؤال ديالك استاذ بالنسبه للاحكام، كان الحكم ابتدائي في مجلة التصميم يشبه اللبس والغموض، أن الخادمة التي نفذت عملية التصميم بمساعدة جوج الموظفين وعطار، الخادمة كانت 20 سنة والموظفين ديال جامعة أي تسعيد خداو 3 سنين، والعطار والعشاب خدا 3 سنين. هاد الأحكام الابتدائية ديال غرفة الجنايات جات قبل ما تظهر الخبرة اللي تنجات من معهد الادله الجنائيه للدرك الملكي بالرباط. هذه الخبره جات بعد 8 أشهر من الواقعه، اكدت وجود ماده الرصاص في الخبز اللي كانت كتناولوا لطيفه والزوج ديالها، واللي كانت كتهيئوا الخادمه. جات مرحله الاستئناف، مرحله الاستئناف ظهرت فيه الخبره، وكانت الاعلام عطى حقه القضيه، كانت احكام منصفه، لان الفصل 398 اللي كيعاقب على التصميم والمشاركه راه باين العقوبه ديالو الاعدام او المؤبد. جات الاحكام ديال الاستئناف في غرفه الجنايات منصفه حسب قوه الجرم، ان الخادمه خدات 25 سنه، وهذوك جوج الموظفين خداو 20 سنه من بعد ما كانوا محكومين 3 سنين، والعشاب خدا 20 سنه من بعد ما كان محكوم 3 سنين. يعني هادو الكتيبة التي نفذت العملية ديال التصميم خدات حقها في العقوبة وتحملوا الطائلة الجنائية. ولكن السؤال اللي غادي كتطرح، حنا كمتتبعين، حنا ماشي جباهدة في القانون أو في القضاء باش يمكننا نفتيو الري، أن كيف يعقل أن هالكتيبة هاد المجموعة اللي نفذت عملية التصميم هما سوى منفذين، أش صالحهم باش يقتلوا السيدة ورجلها؟ يعني كاينة جهات أخرى اللي دفعهم، يعني العقول المدبرة هذا هو تنقول لك هذا هو الزواق اللي مابغيتش نفهمه، ان في اي مرحلة كتلقى لهم التخريجة، في اي مرحلة كيلقاو لهم الحل، اي مرحلة. يعني حتى الفصل 160 من القانون الجنائي المنطبق على الدستور ديال 2011 ضمان المحاكمة العادلة، هنا راه تم اسقاطه،
لان هاد الناس عندهم انتماءات سياسيه، عندهم كينتميو احزاب، والاحزاب كاينه في الحكومه، يعني عندهم تدخلات. هما تيقول لك ان وزاره العلم جيبهم حسب ما يقولون. ودابا المشكل في هذا الملف انه تفرع الى ثلاثه ملفات. كاين ملف ديال التسميم اللي فيه الكتيبه المعتقله، فيه المشاركة أحد الأشخاص اللي بان بعد مكالماته فيما بينه وبين الخدامة أنه على علم بعملية التسميم، وكاين ملف ديال المنفذين اللي متعهم قاضي التحقيق بعدم المتابعة إلى حين ظهور أدلة جديدة. ولكن الحمد لله المغرب فيه قضاء نزيه. أنا نقدر نعطيك واحد حاجة لي مستقبلية، أن هذا الملف ماشي جريمة عادية، هذا ظاهرة فينومين. يعني الفينومين خاص الجهات المختصة اللي كتحارب الفينومين الظاهرة هي اللي غتدخل فيه، وأنا عندي يقين بأن هذا الملف غادي يمشي كظاهرة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.